نعم. شيخ جزاك الله خير، رجل داين شخصا ثم عجز المدين عن السداد، ثم عجز المدين عن السداد لحاجته وفقره، هل يجوز أن يتنازل عن هذا الدين ويعتبره من زكاة ماله؟ نعم، لا يجوز. يعني لا يجوز الإنسان إذا كان عليه زكاة وله غريم معسر أن يسقط عنه من دينه بقدر زكاته. قال الشيخ الإسلام: هذا لا يجوز بلا نزاع، ووجهه ظاهر، لأن الزكاة أخذ وإعطاء. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. والدين ليس كذلك. ثالثا، الدين على المعسر مال تالف في الواقع، يعني ربما يموت بلا وفاء. والمال اللي بيدك مال حاضر ولا غير حاضر؟ حاضر. لا يمكن أن تجعل التالف زكاة عن الحاضر، فإن هذا يشبه إخراج الزكاة الرديئة عن الزكاة الطيبة. وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. يعني لا تقصدوا الردي فتخرجون منه الزكاة. نعم.